وبعدين أبودا ساخ بجد أمل إيه؟ ما عملش حاجة بقى، هو على نهارا شوية خوتوني لغاية لما الموضوع يعني إيه ده كده، وبعدين يبقى يرجع تاني إن شاء الله. ربنا ما يا أبودا. إيه؟ أبودا اسمي عبودة. عبودة احفظ بقى خواجة توني. انا اقول لك خواجة توني، انت ناوي ان شاء الله ترجع سايلنس امتى؟ اهلا وسهلا يا استاذ فاروق. ازيك يا استاذة هدى؟ اصلي كنت كاتب مقالة كده وكنت عايز اخد رأيك فيها، بس شكلك متضايقة. لا ابدا مفيش حاجة. تشرب ايه؟ ما انت عارفة شاي بالنعناع. واحد شاي بالنعناع يا عم جود. لا 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 لا، خليهم اتنين شاي بالنعناع، ما انا ليا واحد من المره اللي فاتت. اتنين شاي بالنعناع يا عم جود. فين بقى المقاله اللي عايز تاخد رايي فيها؟ انا خايف بس اكون معطلك عن شغلك. احتمال ما يبقاش عندي شغل خالص. هي عنوانها ايه المقاله؟ شعب المعاناه اللي هو احنا وطمع الغزاة. ايه رايك في عنوان المقاله؟ واضح المقاله جامده قوي، بس هما مين الغزاة؟ الغزاة اللي بيستغلوا الشعب المسكين وبنهبوا ثرواته وبنهبوا اراضيه، ما هم دول برضه غزاة زي ما تقول ابو العز ده. ما هو الغزاة مش لازم يجوا من بره، لا الغزاة الايام دي من جوه، مننا فينا يعني. أنسة هدى، سلمي حملة الدعاية بتاعت مصنع الأسمدة للأستاذ صبحي، وخدي أنت الحملة اللي معاه. حاضر يا فندم. أستاذ فكري مدير الشركة. أهلا فيك. فاروق طلبة، صاحبي في جريدة الجيل. أهلا. باين عليه عملت مشكلة. طب استأذن أنا. ربنا معاك. الشاي يا أستاذ. شكلك كده باصص لي فيه يا عم جود. أه والله. استنى كده. كملوا أنت. لا إله إلا الله. الحمد لله سلامة أبودة. إيه ده؟ إحنا كده وصلنا شرم الشيخ؟ هي دي شرم الشيخ. الله الله عليك يا شرم. الحمد لله على السلامة يا خواجة. الحمد لله على السلامة يا خواجات. الأقصر بلدنا، بلد سياح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. لا 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 يا خواجة تقولي الله، يعني يالك بعبودة يا شرم. باي عبودة باي. عبودة your money. عبودة 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 your money. انسى الدنيا وريح بالك، وعتفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا يا عبودة يا كن. عايزك بقى يا دي عبودة بقى تروق نفسك هنا يا عسل يا قمر. عايزين بقى اي تاكسي كده نشوف احنا رايحين فين. كله ملاكي، مفيش تكاسي هنا خالص ولا ايه؟ ده ايه المدينه دي؟ اشتري لنا مشروع تكاسي هنا. تاكس تاكس تاكس. انت يا عم التلك، انت مش شايف ان انا بشاور لك يا ابني؟ الله، انت راح فين؟ انت اللي راح فين يا باشا؟ انا مش عارف انا لسه يعني هروح فين، بس ممكن اركب وبعدين افكر يعني. اركب 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 عادي كده، مش تنزل تفتح لي؟ انت مستقل بيا ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا باشا، حقك عليا يا باشا. انا اركب. اتفضل يا باشا. اقفل. انت عايزني اركب جنبك يا سواق؟ ده انا اشتريك انت والعربيه بتاعتك دي. انا راجل اعمال يا ابني، انا غني جدا. لا مؤاخذه يا باشا. ايوه كده. اتفضل يا باشا. اتفضل. ايوه يا اخويا. يلا بسرعه عشان عندي مصالح مش عارف ايه هي. يلا بسرعه.
تركب يا باشا. بص قدامك، بص قدامك في ليلتك دي. ايوه اقعد نفخ بقى نفخ كده علشان هيطلع على دماغك في الاخر. ما انت مش عارف انا مين. يلا اطلع اطلع. هتروح فين يا باشا؟ احنا بقالنا ساعة عمالين نلف. لسه ما قررتش. وبعدين مالك سخنان قوي عليا كده؟ انت تسوق انت ساكت خالص، وفلوسك هتاخدها في الاخر على الجزمة القديمة. لما طولك يا روح. طب سعادتك عايز تروح فين وانا اوصلك؟ انا هقول لك. استنى استنى ابوزك الفقري ده. يا ترى مين ده بقى؟ ده رفيق دون ولا عزمي؟ ولا ممكن يكون ظابط عصام؟ طب وبعدين يا العبودة؟ احسن حاجه تقفل الموبايل ده خالص او تشتري خط جديد. صح. انت يا سواق وديني اكبر محل موبايلات هنا عشان اشتري خط جديد بسرعه. ربنا يتوب علينا من مهنه سواقه التاكسي اللي بتحدف علينا بلاوي دي. برطم برطم، اقعد برطم كده وضيع رزقك. ما انت لو تعرف التاكسي ده جاب ايه لغيرك ما كنتش برطمت. بص قدامك. نفخ نفخ في يومك اللي مش هيعدي ده. اتفضل سيادتك، ادي الخط الجديد اشتغل وادي الخط القديم. ربنا يبارك لك يا رب، الف شكر. يعني الرقم ده ما حدش يعرفه مش كده؟ لا طبعا، ده اول استخدامي سيادتك، لسه جديد. يعني ما حدش هيتصل بيا على الرقم ده صح؟ اذا حضرتك اديته لحد او اتصلت بحد. لا طبعا، انا ولا هديه لحد ولا هتصل بحد ولا حتى هرن لحد. الا سيده بس حبيبه قلبي امي. الو. ايوه سيده. ايوه يا عبوده. ايوه يا حبيبي، وصلت بالسلامة؟ وانت كويس يا دنايا؟ طب الحمد لله. هتيجي امتى يا عبود؟ غيبتك طولت قوي يا دنايا. لا احنا كويسين واخواتك كويسين. امل في الشغل وسعاد وشيماء في المدرسة. بقولك ايه يا عبود، كل كويس يا دنايا واتغطى كويس والبس الفانيلا بالمتشقلب عشان ما تاخدش برد في صدرك. وحشتني قوي يا عبود. هتيجي امتى بقى؟ ايوه هم اخواتك وصلوا هم. حاضر يا دنيا هسلم لك عليهم. حاضر. مع السلامة يا عبود. مع السلامة يا غالي. سلامة يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده عبودة يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي، هو عبودة وبيسلم عليكم. ايه يا سيدة الفيلم الهندي اللي انت عاملاه ده؟ ده لسه مسافر الفجر، ده لما كان بيبقى هنا كان بيغيب عليكي اكتر من كده. اسكتي اسكتي. يلا غيري هدومك والحقي اتغدي عشان تنزلي تعملي لي اوفر للشغل اللي هسلمه النهارده. لا 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 لا، بقول لك ايه يا ماما، انا لسه جايه من المدرسه وتعبانه. انا ماليش في المشوره دي. الزرزريلي يا بنت الزرزريلي. فينك يا عبوده؟ فينك يا غالي؟ فينك يا عزيز عيني؟ ما كانش يتني لك كلمه ابدا. اطلب منه طلب يجري جري يعمله لي. خلاص خلاص، هروح اغير هدومي واعمل لك اللي انت عايزاه. امري الى الله. تجيب السلامه يا عبوده علشان تريحنا. يا ابني ايه بي بي بي، بدل ما تكركس لي انزل افتح لي الباب. مستعجل قوي مراك الديوان. هنروح فين؟ هقول لك يا سيدي، ودينا بقى افخم لوكاندا فيك يا شرم، بس الاول نعدي بس نشتري ايه ملابس فخمه قوي من احلى محل هنا. هو يلا بسرعه. الحمد لله عرفنا احنا هنروح فين. في حاجه تانية يا عم؟ يلا بقى. لو سمحت حضرتك ثانية واحدة يا فندم، أكون مع حضرتك. مفيش حاجة اسمها ثانية واحدة. يعني إيه ثانية واحدة؟ ألا ما دام أنا وصلت مفيش ثواني. أنت مش عارف أنت بتتكلم مع مين يا ابني؟ فين المدير بتاع الوكاندا دي؟ ليه بس يا فندم؟ من غير ليه ومفيش ثواني بعد كده، فين المدير وخلاص؟ أنا مش قليل.
زهني خليل تحت امرك يا فندم. انا مالي اذا كنت زهني ولا خليل، حد طلبك؟ الا وبعدين هو طلع من بوقي اصلا اسم زهني ده، حتى عمري ما يجي على ذهني. حضرتك طلبت المدير بتاع الفندق، وانا زهني خليل مدير الفندق ده يا استاذ. اهلا يا سي فندق، يا سي مدير، يا حبيبي، اتفضل يا سيدي، اتفضل. شوف موظفينك بيقول لي ثانيه واحده. احنا اسفين يا فندم. انا ما يتقلش ثانيه، هو يعرف انا مين ولا بشتغل ايه؟ ده انا بيجروا ورايا في مصر. وبعدين مش يمكن اكون بشتغل مع البوليس وجاي هنا في مهمه رسميه. احنا اسفين مره تانية يا فندم. خلاص يا عم، بلا اسفين بلا بتاع بقى، لو سمحت امسك دي. امسك دي. خد يا سيدي 10,000 دولار اهم. اتفضل. بص انا عايز افخم اوضه ينون عندك في اللوكاندا بمنافعها. ها يلا اتفضل. بمنافعها؟ تحت امرك يا فندم. شنط حضرتك كلها موجوده؟ لا انا مش معايا شنط، يعني غير الشنطه اللي على كتفي دي. انا غني جدا بس في نفس الوقت بسيط جدا، وده اللي الناس ما تعرفوش عني. بس ما فيش مانع يعني اشتري شنط لو انتوا يعني الدخول عندكم هنا بالشنط يعني. طب ممكن بطاقه سعادتك عشان البيانات؟ بطاقه ايه وبيانات ايه؟ وانا داخل مركز شباب ده بس عشان الاستمارات يا فندم. ماشي يا اخويا، استمارات. شوف اتفضل. ايه ده؟ عبوده طاهر ابو الناجح. ما تستغربش قوي، وايه ده وايه ده وعمال تبص. لا انا بقولك انا بحب البساطه. عظيم جدا يا محمود. وصل عبوده بيه للجناح 311. خد يا حوده. خد انت بقى حضرتك. ماشي يا سيدي. قال ثانية واحدة، قال ثانية واحدة. ايه الوقت ملهوش أهمية عندكم؟ بعضينا سبهللة. ايه اللي سبهللة وأوضة بمنافعها؟ الراجل ده جاي منين؟